جيت من الطرف التاني اهو، حطيت الابرة، حاول بقى ان انا ادخل واخيط الايه الودن. يعني انا ممكن اطلع كده وانزل تاني، شيل بقى الدبوس ده وانزل تاني اخيط. اثبت عليها قوي، انا بحب الحاجات الصغيره دي، بحب اثبت عليها قوي. اشدها قوي بقى كده، تمام. حلو قوي كده. نفس اللي عملته في الودن ده هعمله في الودن التاني، في الجهة التانية، تمام. نفس الاتجاه، هاخد بالي واحط دبابيس واعمله، اعمل الودن التانية وارجع لك. تعالي بقى هنا هنعمل الشعر. طيب انا عملت ايه؟ عملت بس من الدور الاول لغاية الدور السابع تزايدات، يعني 6 حشو في دايرة سحرية، وبعدين واحدة حشو، وبعدين تزايد، وبعدين واحدة حشو تزايد، اثنين حشو تزايد، 3 حشو تزايد، 4 حشو تزايد، 5 حشو تزايد، 6 حشو تزايد، 7 حشو تزايد، وقفت عند هنا يعني الراس. خلاص هاجي بقى، عشان كده قلت لك نركب الودان، هاجي بقى من عند ورا الودان كده واحط علامة، ومن الجهة التانية نفس الحكاية، من عند ورا الودان واحط علامة. خلاص واشيل بقى انا دي، اقول لك انا حطيت العلامات دي ليه. اوصل بس للعلامة دي، اهو يعني هرجع بس ايه، انا وصلت للعلامة دي الاولانية. هعمل ايه؟ هعمل سلسلة ارتفاع، هلف الشغل وابتدي اشتغل بقى غرز حشو لغاية ما اوصل للعلامة دي. انا كده بعمل الايه الشعر من ورا. خلاص اهو هشتغل بقى على كل غرزة حشو، غرزة حشو واحدة، لغاية ما اوصل للعلامة الايه اللي انا حطاها في اخر السطر. انا جيت لمكان العلامة، هشيلها واشتغل مكانها ايه غرزة حشو، تمام. هطلع سلسلة ارتفاع، هلف الشغل واشتغل في نفس الغرزة، هعمل غرز حشو على كل غرزة حشو، هشتغل غرزة حشو واحدة. هشتغل بقى كام سطر كده ان هو ايه اغطي الراس من ورا، يعني ممكن يبقى ايه سطر 2 3 4 5 6 7 8 11 او 12 سطر. هخلصهم، وما اخلصهم هقولك انا عملت كام سطر. كده انا عملت 9 سطور. هعمل هنا ايه بقى؟ انا محتاجة بس ان انا ادخل شوية من هنا وشوية من هنا. هاجي هاخد غرزتين مع بعض، 2 مع بعض، يبقى هاخد من الجنب ده ومن الجنب ده، من الاول ومن الاخر، واكمل بقى بقى ايه الغرز عادي خالص لغاية اخر السطر. انا جيت لاخر السطر، هاخد اخر غرزتين مع بعض، هطلع سلسلة ارتفاع، هلف الشغل، هاخد كمان اول غرزتين مع بعض واشتغل باقي السطر لغاية ما اجي لاخر غرزتين. جيت لاخر غرزتين هاخدهم مع بعض، هعمل سلسلة ارتفاع، هلف الشغل، هاخد برضو اول غرزتين لغاية اخر السطر. انا كده برضو جيت لاخر السطر، برضو هاخد 2 مع بعض واطلع سلسلة ارتفاع، ونفس الحكاية تاني، هاخد غرزتين مع بعض
واخر السطر نفس الحكايه، واكمل بقى الغرز عادي خالص لغايه ما اوصل لاخر غرزتين. جيت لاخر السطر نفس الحكايه، هاخد غرزتين مع بعض. هقول لك بقى كده احنا عملنا ايه. لما جيت للراس اهي، نيجي نحطها كده هتلاقيها اتشدت من ورا. يعني احنا عايزين ايه؟ ندخلها لجوه. بس انا لو ظبطتها بس، هي دي الفكره، ان احنا ندخلها لجوه كده. انا خلصت طاقية الشعر، هقص خيط وهنضفه. هاجي بقى من جنب من هنا، هعمل زي سوالف لو كده. هاجي هدخل هنا من الطرف من هنا، وهاجي ادخل هعمل 9 غرز سلسلة. 2 3 4 5 6 7 8 9. من تاني سلسلة هاجي هعمل منزلقة، كمان منزلقة، يبقى هعمل 2 منزلقة. وبعدين اعمل على كل غرزة سلسلة غرزة حشو، 1 2، عشان اللي هعمله هنا هعمله هناك، 3 4 5 6، 6 حشو. في واحدة كمان اهي، وارجع تاني 6 حشو، وارجع تاني هعمل غرزة منزلقة تمام للراس. وبعدين همشي كده ايه، يعني هعمل كام غرزة منزلقة. بس هاخد الخيط اللي هو كان البداية ده واشتغل عليه غرزة منزلقة. هعمل كام واحدة؟ 3 2 3 كده، كأنها سوالف. 3 هعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. كده بقى الشعر. من تاني سلسلة اعمل غرزة منزلقة، كمان منزلقة، وبعدين غرز حشو، 1 2 3، وارجع للراس تاني. ايوه هرجع للراس تاني وهعمل غرز منزلقة، 1 2 3، كأنها القصة مثلا. عايزة تطوليها شوية ماشي، عايزة تخليها قصيرة تمام. هنخليها ايه؟ 6 غرز 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هعمل 1 منزلقة، كمان 1 منزلقة، وبعدين الباقي حشو، 1 2 3. وبرجع للمكان ان انا طلعت منه وبعمل منزلقة، امشي كمان غرزتين، 1 2 3. عايزة تطوليها، انا هطولها شوية، هخليها ايه؟ 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. ما هنا ممكن ادخلها كده، يعني انا لو هي طويلة انا ممكن اعملها كده خلاص. فهعمل ايه؟ منزلقة من تاني سلسلة، كمان 1 منزلقة، واعمل باقي حشو، وافضل اشتغل كده بقى بحيث اعمل الشعر. حابة تطوليها مرة تقصريها مرة، يعني انا هعمل 2 طوال
والباقي ايه قصيرين في الجنب، والسوادف دي هعملها بنفس الحكايه كده. انا خلصت اهو، سبت بقى خيط طويل عشان هبتدي اخيط بيه الراس. على الراس بقى مظبط، اجيب دبابيس واظبط كده وابتدي بقى اخيطها في الراس. ده والاسهل ليك ان انت تلزقيها، الزقيها بالشمع. خلاص انا بقى ايه هخيطها كويس قوي وارجع لك كده. انا خيطت الشعر وخيطت السوالف، الشعر اهو حابه تلزقي براحتك برضه. تمام، تعالي بقى نعمل الجاكيت باللون الاحمر. انا عملت هنا 45 سلسله. تعالي بقى على تاني سلسله من تاني سلسله واشتغل غرز حشو. على كل سلسله بعمل غرزه حشو. تمام، يبقى انا هخلص غرز الحشو السطر ده كله وارجع لك. عملت اهو السطر، بقى عندي 44 غرزة عشان طلعت غرزة واحدة، بقوا ايه 44، كنت عاملة 45. هطلع سلسلة ارتفاع واحدة، هلف الشغل واشتغل في السطر ده كله كده غرز حشو 44 غرزة حشو. هشتغل ايه سطرين، يعني هعمل السطر ده وكمان سطر كمان على 44 غرزة حشو. تمام، هعملهم وارجع لك كده. بقى عندي 3 سطور غرز حشو على 44 غرزة حشو، 3 سطور اهو. بعد كده هعمل ايه، هطلع سلسلة ارتفاع واحدة وهاخد غرزتين مع بعض، يعني هعمل تناقص من الجنب ده اهم، هاتهم مع بعض. وبعدين ارجع اشتغل غرز حشو عادية خالص لغاية اخر غرزتين. يبقى انا هشتغل غرز حشو عادية لغاية اخر غرزتين وارجع لك كده. انا جيت لاخر غرزتين اهم، اخر اتنين هاخدهم مع بعض اهي، واخدهم مع بعض. هطلع سلسلة ارتفاع، هلف الشغل، هشتغل السطر ده ثابت في كل غرزة حشو هتقابلني، هشتغل غرزة حشو واحدة. يبقى على كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو واحدة، السطر ده ثابت. هخلص السطر وارجع لك. السطر اللي بعده هطلع سلسلة ارتفاع، هعمل تناقص، لف الشغل واعمل تناقص. هعمل ايه، هاخد غرزتين مع بعض، دي واحدة ودي واحدة، اخدهم الاتنين مع بعض واشتغل غرز حشو عادية خالص لغاية ما اوصل لاخر غرزتين وهرجع لك. انا جيت لاخر غرزتين هاخدهم مع بعض هطلع سلسلة ارتفاع، هلف في الشغل، هعمل تناقص هنا كمان، يعني هاخد غرزتين مع بعض واشتغل بقية الغرز عادي خالص لغاية ما اوصل لاخر غرزتين. انا رجعت لاخر السطر اهو، هاخد غرزتين مع بعض، واحد اتنين مع بعض. هطلع سلسلة ارتفاع، هلف الشغل، هاخد اول غرزتين مع بعض. المرحلة دي بقى هنعمل الايه، الحردة بتاعت الكمام او الفتحة بتاعت الكمام يعني. تمام، اشتغل كام غرزة تناقص خلاص، وبعدين 7 غرز حشو، واحد اتنين ثلاثة أربعة
خمسة ستة سبعة حشو، وبعدين أعمل عشر سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. أعدي بقى من تحت، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وفي الستة هدخل أعمل حشو تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، في الستة هدخل هعمل غرزة حشو. هعمل كام بقى؟ اتناشر غرزة حشو، يعني غير دي هعمل اتناشر غرزة حشو. تمام، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة حداشر اتناشر. بعدين هطلع العشر سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. عدي خمس غرز من تحت، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهدخل في الستة اعمل غرزة حشو كده، واحدة اتنين، هعمل كده سبع غرز حشو، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. آخر السطر هعمل اتنين مع بعض تناقص، هطلع سلسلة ارتفاع، هعمل هلف الشغل، هعمل تناقص كمان، يعني هاخد غرزتين مع بعض. تمام، ابتدي بقى اشتغل غرز حشو عادية خالص، بس على ايه بقى؟ يعني انا اشتغل هنا اهو غرز دي، وابتدي بقى اطلع اشتغل على الايه، السلاسل، لسه غرزة حشو على العشر سلاسل اللي انا كنت عاملاهم، اشتغل عليهم ايه، عشر غرز حشو. بس خدي بالك انت هتشتغلي من الجنب التاني، فايه يعني في حلقتين، هشتغل على حلقة واحدة والتانية هتشتغل عليها كمان. فعد عشر سلاسل، عشر غرز حشو على العشر سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة. كده اشتغلت على العشر سلاسل عشر غرز حشو، اشتغل بقى على اتناشر حشو دول، اتناشر حشو. كده عملت الاتناشر غرزة حشو، هاجي بقى اشتغل على عشر سلاسل دول عشر غرز حشو. تمام، عشر غرز حشو على السلاسل اهي، اشتغل عشر غرز حشو، على كل سلسلة هشتغل عليها غرزة حشو. خلاص اشتغلت اهو على السلاسل، وبعدين هشتغل خمس غرز حشو، خمس غرز حشو، وبعدين اتنين مع بعض. هطلع سلسلة ارتفاع، هلف الشغل، هياخد اتنين مع بعض من اول السطر، وابتدي بقى اشتغل بقية الغرز، غرز حشو عادية خالص بقى،
اهو باقي السطر غرز حشو عادية خالص لغاية ما اجي لاخر غرزتين وهرجع لك. انا جيت لاخر السطر اهو، هاخد غرزتين مع بعض، واحد اتنين، هطلع سلسلة ارتفاع، هلف الشوط وبعدين هعمل تناقص ثلاثي، يعني واحد اتنين تلاتة، يعني تلات غرز مع بعض، خدهم مرة واحدة وبعدين اشتغل واحد اتنين تلاتة. أربعة خمسة وبعدين غرزتين مع بعض تناقص وبعدين أشتغل لغاية ما أجي نص نعوم، أشتغل واحد اتنين كده، اشتغلت عشر غرز حشو. هاجي هنا بقى انا وصلت للنص، هعمل غرزتين مع بعض يعني تناقص واكمل اشتغل حشو. عملت تمانية حشو، هاخد غرزتين مع بعض واكمل لغاية اخر تلات غرز في السطر، اشتغل حشو لغاية اخر تلات غرز في السطر. كده عملت تمن غرز حشو، لا معلش انا اسفة، سبعة، سبع غرز حشو. هاجي بعد كده هاخد تلات غرز مع بعض، واحد اتنين وادي التالتة، خدهم مع بعض وياخد سلسلة ارتفاع واشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. مش هعمل بقى السطر ده فيه تناقص ولا اي حاجة، انا هشتغل بس غرز حشو على كل غرزة حشو اهي. السطر اللي بعده هطلع سلسلة ارتفاع واحدة وبعدين هعمل تناقص يعني غرزتين مع بعض كده في اول السطر، بعدين هعمل تلاتة حشو، واحد اتنين تلات غرز حشو وبعدين تناقص من غرزتين مع بعض وبعدين خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة حشو وبعدين تناقص. وبعدين خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة حشو وتناقص، تناقص يعني غرزتين مع بعض. وبعدين خمسة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بعدين تناقص وبعدين تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة. جيت لاخر السطر هعمل ايه؟ اتنين مع بعض تناقص، اتنين مع بعض غرزتين مع بعض.
هطلع السطر اللي بعده سلسلة ارتفاع هلف في الشغل، هياخد 3 غرز مع بعض، 1 2 3، وبعدين 1 2 3 4 5. سبعة حشو، وبعدين 2 مع بعض، وبعدين 7 حشو، 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين تناقص يعني 2 مع بعض. وبعدين 4 غرز حشو، 1 2 3 4، وبعدين 3 غرز مع بعض، 1 2 3. السطر اللي بعده هطلع سلسلة ارتفاع، لفيت الشغل اشتغل 1 2 3، وبعدين تناقص يعني 2 مع بعض، وبعدين غرزتين يعني 2 حشو، 1 2، وبعدين تناقص، وبعدين 2 حشو، 1 2، وبعدين تناقص، وبعدين 2 حشو، وبعدين تناقص، وبعدين 2 حشو، 1 2. ثلاثة أربعة خمسة حشو، بعد آخر تناقص 5 حشو. السطر اللي بعده هطلع سلسلة ارتفاع، هعمل تناقص في أول السطر، تناقص، وبعدين 1 2 حشو، وبعدين تناقص، اتنين حشو، 1 2، وبعدين تناقص، 2 حشو، 1 2، وبعدين تناقص، 2 حشو، 1 2، آخر حاجة تناقص يعني غرزتين مع بعض. مع آخر تناقص كده أنا خلصت السطر، هقص الخيط،
انا كنت بس محتاجة اني اعلم مكان ايه الياء. خلاص تعالي بقى من الجنب ده، انا معلمة مكان الياء اهي، هنا وهنا قصاد بعض. انا هطلع من هنا من السطر الكام؟ هقولك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عند السطر 10 او 11، خليكي في 11. خلاص يبقى 11 اللي قصاده. هاجي بقى انا من الجنب من هنا، انا قصيت الخيط، هعمل بس غرزة سلسلة بره، غرزة بداية انا اسفة بره، وهاجي اسحبها من هنا من الجنب بقى خالص ده، اهو اسحبها هاخدها كده معايا، اخد الخيط معايا وابتدي بقى اشتغل على كل غرزة حشو هتقابلني هنا، اشتغل عليها غرزة حشو واحدة بس. انا بس باخد معايا خيط انضفه اهو، على كل غرزة حشو هتقابلني بشتغل غرزة حشو واحدة لغاية ما اوصل لمكان الايه الياء اهو. انا اشتغلت غرز حشو اهو، انا وصلت للعلامة اللي انا كنت عاملاها للايه الياء، هشيلها كده هاجي اعمل بقى في الغرزة بتاعت العلامة دي ايه، هعمل غرزة حشو وفي نفس الغرزة هعمل نص عمود، اللي بعدها هعمل عمودين بنفس الغرزة، 1 2 بس طولي العمود شوية، اللي بعدها عمودين بنفس الغرزة، 1 2 كمان عمودين في نفس الغرزة اللي بعدها، 1 سطول العمود شوية، 2 كمان اللي بعدها هعمل عمودين نفس الغرزة، 1 2 وبعدين نجي بقى الغرزة اللي بعدها هعمل نص عمود، وفي نفس الغرزة هعمل غرزة حشو، وابتدي بقى اشتغل غرز حشو عادية خالص على كل غرزة بقى هتقابلني، هشتغل غرزة حشو واحدة. انا نفس اللي عملته هنا هعمله هنا بالظبط، زيها نفس الاتنين عمود زيها بالظبط تمام. اخر حاجة انا جيت عند العلامة اهي، بشيل العلامة بجي اعمل ايه بقى مكان العلامة ده، نص عمود وغرزة حشو في نفس الغرزة، وابتدي بقى اشتغل غرزة حشو على كل غرزة حشو هتقابلني، على كل غرزة حشو جيت لتحت اهو هشتغل غرز حشو، اخد بس البداية معايا واشتغل غرز حشو على كل غرزة حشو من تحت، انا خلصت كده اهو، هعمل غرزة منزلقة، هقص الخيط، هنضف كده بقى بقية الخيوط، وهاجي اعمل بقى ايه الكمام. الاكمام بقى هعملها ازاي؟ هاجي من ورا من الظهر من الجنب من هنا مثلا اهو،
وهاجي اخد، انا عامله عقده البدايه بره، اخدها اقفلها بس شويه واخدها ادخل بيها. هعمل ايه بقى؟ هشتغل غرز حشو على كل غرزه حشو قدامي هتقابلني. تمام، انا كان عندي 10 سلاسل غرز حشو دول كنت شغال عليهم وخمسه، يبقى عندي 15 غرزة حشو هشتغل عليهم اهو. يبقى انا هشتغل كده اهو، غرز حشو. بصي دايره معايا ازاي، لفه معايا اهي، هشتغل غرز الحشو. خليني معاكي اوريها لك اهي، كل غرزة حشو ما تسيبيش واحدة، يعني ما تسيبيش غرزة واحدة. يعني انا هاجي في الجنب، خلاص انا مش محتاجة الخيط ده، هاجي للجنب اهو. بصي اهي، تمام في الجنب اهي، اهي وهاجي اشتغل عليه. يعني انا عندي 15 والجنب واحدة من هنا وواحدة من هنا، يبقوا 17. تمام، عموما الغرز اللي هتقابلك اشتغلي فيها ايه، غرز حشو. اي غرزة هتقابلك اشتغلي فيها غرزة حشو اهو. انا كده اهو هعمل ايه، هشتغل بقى حلزوني. خلاص انا اشتغلت السطر كله اهو داير داير، هبتدي بقى اشتغل السطر ده كده من هنا من البداية كده حلزوني، وعلم السطر بأي حاجة أي خيط، واشتغل كام سطر كده، اشتغل 8 اهو، اشتغل 8 اسطر. انا عايزاه 3/4 كم، يعني انا مش عايزاه لا كم طويل ولا كم قصير. خلاص هقعد اشتغل بقى اهو، هعمل الكمين وارجع لك. انا كده عملت الكمين اهو، عملتها كام سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 اسطر، والكم التاني نفس الحكايه. تعالي بس ايه، انا كنت محتاجه البسهوله علشان اشوف هركب الكبسوله فين، كبسوله فهركبها كده لابعد مكان. انا ركبت دي في الطرف الاولاني، ركب الكبسوله التانيه في الاخر، ماشي كده اهي. انا بس كنت محتاجة احدد انا هركبها فين، هركبها بقى بابرة خياطة عادية خالص اهو. تمام، تعالي بس عايزين نحط خط في الجنب كده في جنب البنطلون، فانا مش هينفع اعمل خط كده مش هيبقى حلو، فهمشي كده كام سطر. يعني انا جاية كده في الجنب، دخلت بابرة طويلة في الجنب، فهمشي كده كام سطر كده، يعني اظبطي ايدك في الجنب كده، وهاجي هدخل بالابره لفوق من تحت لفوق غرزه كده. تمام، مشيت الابره وعامل نفس الحكايه كمان كم سطر كده. انا عايزاه خط مستقيم، احاول بقى على قد ما اقدر هاجي كده هاخد غرزه من تحت لفوق واشدها اخر واحده اهي، وهدخل هدخل فين بقى، في الرجل. تمام، هشد الخيط كده، احاول بقى ان انا اثبتها في الرجل، يعني هدخل واطلع كده كذا مره بالابره بحيث ان انا اثبت ايه الخيط. كمان مره كده، تمام. هقول لك بقى انا ممكن اثبت الخط ده ازاي، اقص بس الخيط ده خلاص كده
بصي، هجيب لزق اللي بتحط على القماش وهحط حاجة بسيطة خالص تحت الايه الخط ده تحت الخيط. بصي حاجة بسيطة، نقطة كده اهي، وادوس عليها بالايه بالمقص. لو في زيادة ولا حاجة هشيلها. تمام اهي، وهاجي الخط التاني هعمل نفس الحكاية، حط نقطة بسيطة خالص من اللزق بتاع القماش ده. نقطة بسيطة، يعني انا مش محتاجة اكتر من حاجة بسيطة خالص. اهي، وادوس عليه بالمقص او باي حاجة بقى. اهي، يعني وليكن بقى ايه بالزرادية، مش هدوس عليه بايدي. تمام كده. والتالتة نفس الحكاية. وتعالي بقى ندلعه، نحط له حظاظة في ايديه. انا حطيت واحدة بالخيط باللون الاحمر، وده خيط بتاع الحظاظات. عندك عندك ما عندكيش اي خيط اسود رفيع شوية اي حاجة، لكن هو كان عندي صراحة. يعني حابين ندلعه اهو، نحط له ايه واحدة هنا وواحدة هنا. مش حابة تحطيها ما تحطيهاش، يعني اختياري يعني، بس انا حابة احطها له صراحة. اهي هقصها بقى انا شوية، واعمل في الايد التانية كمان واحدة، بس خليني احط واحدة سودة بس، يعني من كذا لفة هحط له واحدة سودة. هقصها شوية والسعها وارجع لك. كده احنا خلصنا اهو، لبسنا في ايديه الحظاظات.